بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية بيان لي غيكومبخوندر ونستأنفو معا أن جون كافالي يعني الفارس الصغير. إذن كما رأينا فيما سابق ميشيل ذو مونتخي سيدو كاماراد غيمون إي شارل كي لي بون كافالي إل مونت سوغ لان طون كي لارون إل أو في غالوبي. غيمون في كوم أن إكلاير دو ماليس باسي دون لي زيو دو طون كي لارون. أتونسيو ميشيل تيان توا بيان. Il n'avait pas achevé ces mots que l'âne se secouait les flancs comme pour en faire tomber de la poussière, sauf Michel qui tomba. Comme il se trouvait allongé dans l'herbe, son mal, mais penaud, l'âne tourna vers lui sa grosse tête et le regarda d'un œil narquois. Il semblait vouloir dire « Qu'est-ce que vous faites donc là, jeune garçon ?» Michel se remit vivement debout. « Nous allons bien voir » s'écria-t-il, et il remonta sur le dos de l'âne. Celui-ci fait un petit saut de côté, puis un autre. À la troisième secousse, le cavalier tomba. Et ainsi, quatre fois de suite, Michel se trouva par terre. « Ah, tu te moques de nous, ton Quillon ? Eh bien, je ne céderai pas. Aide-moi, Charles. » Il remonta donc encore sur le dos de l'âne. Cette fois, celui-ci se mit à marcher paisiblement. Michel triomphait. « Idem kamara aina fima sabak, bi anna Michel, hawal al-rukub ala al-himar » ليظهر نفسه كفارس جيد لصديقه لكن الحمار أسقطه. إذن ميشيل سغمي فيمون دوبو. إذن ميشيل سغمي عدنا لفرب سغمتر عندنا فعل كما لو نقول وضع ثانية. طبعا الحال تنعرف بأن متر هو وضع. إذن طبعا الحال كسائر الأفعال كما قلنا فيما سبق عندما نضيف لها غو إذن هذا يعني بأن هذا الفعل سيتكرر للمرة الموالية. إذن عندنا سغمي جعل نفسه هو الذي جعل جعل من جعل نفسه. إذن هذا هو المعنى ديال هذا السؤال اللي عندنا. إذن ميشيل سغمي يعني أن ميشيل جعل نفسه ثانية فيفمون دوبو يعني أنه أعاد نفسه بسرعة واقفا. فيفمون نقول عن شيء بأنه فيه يعني أنه حي يقض أو أنه سريع أو أنه خفيف. في المؤنث نقول فيف. إذن في الأدفاب كما عندنا هنا نقول فيفمو يعني كما نقول بسرعة أو بخفة. إذن كما عندنا هنا ميشيل سوغومي فيفمو دوبو. ميشيل سوغومي فيفمو دوبو. إذن ميشيل يجعل نفسه بسرعة واقفا. نوزالون بيان فواغ نحن سنرى جيدا. طبعا الحال كما ذكرنا نوزالون فواغ يعني أننا سنرى. استعملنا هنا ألي زائد لو فواغ هذه بطبيعة الحال صيغة ديال لو فيتور بروش يعني المستقبل القريب. طبعا الحال نستعمل فيها لو فيرب ألي زائد الفعل الذي نريد أن نصرفه في هذا المعنى. المعنى ديال أن هذا الفعل سيقع قريبا. نوزالون فواغ. إذن هنا ميشيل يقول الحمار نحن قريبا سنرى. نحن قريبا سنرى. Nous allons bien voir. نحن سنرى قريبا جيدا يعني أننا قريبا جدا سنرى. Nous allons bien voir. إذن هذا يسمى le futur proche يعني المستقبل القريب وليس المستقبل البسيط حيث يقع الفعل مثلا في شهر في سنة أو أكثر. إذن هنا نتكلم عن مستقبل قريب. إذن nous allons bien voir نحن سنرى قريبا سيكريتيل يعني قال هو. Et il remonta sur le dos de l'âne. Et il remonta sur le dos de l'âne. ثم امتطى مرة ثانية ظهر الحمار. إذن طبعا الحال عندنا لفغ مونتي يعني صعد فوق. هنا عندنا غومونتي عندنا لفغ غومونتي. طبعا الحال بنفس الطريقة التي ذكرنا قبل قليل أننا أضفنا غو أمام الفعل للدلالة على تكرار الفعل. إذن هنا ميشيل كان صاعدا فوق ظهر الحمار فأسقطه الحمار ثم أنه يعيد الصعود أي غومونتا. طبعا الحال هو بنفس الطريقة كما ذكرنا فيما سبق لو فيرب غومونتي أو باسي سامبل يعني أنه مصرف فلو باسي سامبل. لماذا؟ لأن لو باسي سامبل كما قلنا أنه تدل على السرعة وهو الزمن اللائق
لحكاية قصة. إذا طبعا الحال لكي تحكي قصة فالأحسن كتابة بل من المفروض أن تستعمل لو باسي سامبل. Il remonta sur le dos de l'âne. Celui-ci fit un petit saut. Celui-ci fit. Celui-ci, يعني هذا الأخير. طبعا الحال نتكلموا على الآن. الآن هو آخر من ذكر في الجملة السابقة. إذا هذا الأخير. Celui-ci fit un petit saut. في هذا الوضع فاغ يعني أنه فعل. الوضع فاغ مصرف في لو باسي سامبل للدلالة على نفس ما ذكرنا. إذا celui-ci fait un petit saut. Celui-ci fait un petit saut de côté. Puis un autre. Puis un autre. إذا طبعا الحال هذا الأخير فعل أو جعل أو قام بمعنى آخر. قام بارتماء. قام بقفزة. تنتكلموا على الوضع صوتي. فعل قفزة. هنا عندنا un petit saut. قفزة صغيرة. هنا عندنا هذا الأخير قام بقفزة صغيرة. إذن celui-ci fait un petit saut de côté. إذن قام بقفزة صغيرة على الجانب. Point autre ثم أخرى. Point autre ثم أخرى. يعني أنه قام بقفزة ثم قفزة ثم قفزة. على troisième سكوس في الهزة التالتة. تنكون بعض المرات في السيارة تنقول بأنه كاين السكوس. السكوس يعني الهزة. إذن على troisième سكوس يعني في الهزة التالتة. لو كافالي طومبا يعني أن الفارس سقط. طبعا الحال عندنا لو فيرب طومبي أو باسي سامبل. إي أنسي كاتر فوا دو سويت. وهكذا أربع مرات متتابعة. إي أنسي وهكذا كاتر فوا أربع مرات دو سويت متتالية. ميشيل سو تخوفا باتيغ. إذا ميشيل سو تخوفا. إذا ميشيل يجد نفسه. سو تخوفي يعني وجد نفسه ماشي لو فيرب تخوفي. مثلا ميشيل تخوفا دي كلي. إذا ميشيل يجد مفاتيح. ولكن عندما نقول ميشيل سو تخوفا يعني أن ميشيل وجد نفسه وكفى. لا نكمل ماذا وجد لأننا ذكرنا بأنه وجد نفسه ثم نكمل باغ تيغ. إذا ميشيل سو تخوفا باغ تيغ. ميشيل يجد نفسه على الأرض. المقصود أنه سقط أربع مرات متتالية. تي تو موك دو نو. أنت تستهزئ بنا. تي تو موك دو نو. أنت تستهزئ بنا. إذا عندنا هنا تي تو موك دو نو. أنت تستهزئ بنا. دونك لاغون هو يوجه الرسالة للحمار. يقول له يا حمار أنت تستهزئ بنا. تي تو موك دو نو. دونك لاغون. إي بيان جيد. جو نو سيدغي با. جو نو سيدغي با هذا لو فيرب سيدي. سيدي يعني أنك تبيع. Transfère la propriété d'une chose. يعني أنك تحول ملكية شيء. هذا الشيء كان في ملكيتي فأحول الملكية إلى شخص آخر. إذن هنا نتكلم على verb سيدي يعني أنك تبيع شيئا. طبعا الحال المعنى غينتقل تدريجيا لواحد المعنى آخر وهو تخلى. أنا عندما أبيع هذا الشيء وأتخلى عن ملكيته لشخص آخر فضمنيا أنا تخليت عنه. طبعا الحال هنا ميشيل يقول ماذا؟ Je ne céderai pas. أنا لم أتخلى بمعنى آخر. يعني كما لو يقول أنا لم أبيع ولكن المقصود هنا أنا لم أتخلى. طبعا الحال الفعل أصبح يأخذ هذا المعنى ديال تخلى تنازل عن أو انكسر يعني أنه يتغلب وانكسر. إذا ميشيل يقول للحمار أنا لن أتخلى أنا لن أتنازل أنا لن أنكسر. هذا الفعل يعني هذه الأمور كلها. Je ne céderai pas. أنا لن أتخلى أنا لن أتنازل. Eh bien جيد. Je ne céderai pas. Aide-moi Charles. Aide-moi Charles. ساعدني يا شارل واجعلني أصعد فوق الحمار. Il remonta donc encore sur le dos de l'âne. Il remonta, يعني هو يصعد ثانية. Donc, إذن, encore, مرة أخرى, sur le dos de l'âne, على ظهر الحمار. Cette fois, هذه المرة, celui-ci se mit à marcher. هذا الأخير, cette fois, celui-ci. هذه المرة, هذا الأخير. طبعا الحال في هذه المرة, التي امتطى فيها ميشيل
ظهر الحمار سلويسي هذا الآخر المقصود الحمار ماذا حدث له؟ سمي أمارشي يعني أنه جعل نفسه يسير المقصود أنه بدأ يسير طبعا الحال كما نعرف بأن متخ يعني وضع لفغ متخ هو فعل وضع متخ إن بلوز يعني أنك تضع وزرة طبعا الحال كما رأينا قبل قليل سمتخ يعني أنك تجعل نفسك سمتخ يعني أنك تجعل نفسك سغمتخ يعني أنك تجعل نفسك ثانية لكن عندنا صيغة أخرى ثالثة وهي سمتخ أ سمتخ أ المقصود بها بدأ في سمتخ أ بدأ في بحال عندنا هنا سلويسي هذا الأخير سمي أمارشي هذا الأخير بدأ في المشي يعني أن الحمار توقف عن الجري وبدأ في المشي يعني أن الحمار توقف عن الجري الذي يكرهه بطبيعة الحال ميشيل خاصة القفز ثم بدأ في المشي وهذا الذي يحبه ميشيل سات فواسي هذه المرة سلويسي هذا الآخر سومي أمارشي بدأ في المشي بيزيبلومون بيزيبلومون يعني بهدوء بيزيبلومون يعني بهدوء ومنها كلمة لابي لابي يعني السلام أو الهدوء إذا طبعا الحال بعض الدول توقع بينها مثلا معاهدة سلام إذا نتكلم عن لابي المقصود به السلام أو الهدوء بمعنى آخر إذا سلويسي سومي أمارشي بيزيبلومون هذا الأخير بدأ في المشي بهدوء نقول عن شيء ونصفه بأنه بيزيبل مثلا إنوي بيزيبل يعني ليل هادئ نصف شيء نقول عنه بيزيبل يعني أنه هادئ إذن سلويسي سومي أمارشي بيزيبلومون هذا الأخير بدأ في المشي بشكل هادئ ميشيل تريومفي ميشيل تريومفي إذن ميشيل يفوز أو بمعنى آخر يظفر تنتكلموا على لو تريومف يعني الظفر أو الاستقبال الاحتفالي يسمى تريومف ميشيل تريومفي يعني ميشيل ظفر المقصود أنه فاز على الحمار جعل الحمار يقبل بركوبه ويمشي بهدوء فويفو فويفو أرأيتم عدنا لغاب فواغ فويفو فويفو أرأيتم أرأيتم إذن طبعا الحال ميشيل بدأ يركز على هذه اللحظة ويثير انتباه صديقيه لكي يروه راكبا مستقرا فوق ظهر الحمار ماذا قال لهم؟ فويفو فويفو آه طبعا الحالة كلمة آه ممكن أن تأتي كاسم المقصود بلوغ يعني الذهب نقول مثلا أفير دوغ يعني أنها قضية فيها ربح نتكلم عن قضية مربحة أفير دوغ هذا من ناحية الاسم ولكن ممكن أننا نتكلم عن أوغ كما عندنا هنا كوم كونجونكسيون يعني كرابط كحرف يربط بين جملة وجملة هاد أوغ التي تربط بين ما قبلها وما بعدها يتأتي للدلالة على أن هناك تحولا سيحدث إذن عندما نتحدث ثم نقول آه فما سيأتي بعدها سيكون على عكس ما سبق إذن طبعا الحال ما رأيناه حتى الآن أن الحمار استقر وأصبح يسير هادئا وتقبل ركوب ميشيل وأن ميشيل انتصر على الحمار كما نقول آه والحالة هذه il y avait au milieu des prés كان هناك في وسط المرج il y avait au milieu des prés il y avait au milieu des prés كان هناك في وسط المرج هو مكان يكثر فيه العشب المرج هو مكان يكثر فيه العشب واحد المكان فيه الربيع بزاف إذن يسمى بخي إذن au milieu des prés يعني في وسط المرج ماذا كان في وسط المرج؟ au milieu du pré il y avait un tout petit ruisseau كان هناك مجرى مائي صغير كان هناك جدول مائي او مجرى مائي صغير جدا alimentant alimentant تجي من فعل alimenter يعني غدا ومنها كلمه l'aliment l'aliment يعني الغداء ou bien l'alimentation l'aliment مقصود بها la nourriture
يعني الاكل لاليمونطاسيون يعني التغذيه. احيانا نصف ماده من المواد نقول عنها بانها اليمونطير يعني انها مغذيه انها غذائيه. اذا هنا عندنا ان تو بيتي روسو اليمونطون يعني في وسط المرج كان هناك مجرى مائي جد صغير اليمونطون يعني مغذيا اون كريسونيير. فوالا سي اون كريسونيير. كريسونيير المقصود بها اننا نتكلم عن حوض او مكان ينبت فيه او يزرع فيه نوع من النبات يسمى كريسون. اذن كما تحال في وسط المرج كان هناك مجرى مائي يغذي المقصود انه كان يسقي اون كريسونيير كان يسقي مكانا مخصصا لهذا النوع من النبات الذي يسمى كريسون. ماذا حدث؟ إذن فبالقرب من المكان الذي كان يسير فيه الحمار كان هناك مرج يتوسط مجرى مائي صغير جدا. هذا المجرى المائي الذي كان يسقي مكانا تنبت فيه هذه الأعشاب إذن تونكيلاهم تونكيلمون. إذن هذا الحمار بشكل هادئ سو ديريجي يعني أنه توجه. عندنا لو فيرب سو ديريجي. سو ديريجي يعني توجه. إذن سو ديريجي فيغ لا كريسونيير. إذن طبعا الحمار اختار أن يسير بهدوء وبسكون إلى هذا المكان الذي يسقيه النهر الصغير. إل فو بواغ دي ميشيل. إل فو بواغ دي ميشيل. هو يريد أن يشرب دي ميشيل يعني قال ميشيل. إذا ميشيل يركب ظهر الحمار ثم يراه يتوجه إلى هذه البركة فيقول الحمار يريد أن يشرب. نو تونكيلاهم نو فولي با بواغ. نو تونكيلاهم نو فولي با بواغ. إذا تونكيلاهم لا يريد أن يشرب في الحقيقة. إذا لماذا يتوجه تونكيلاهم إلى هذا المكان؟ أغيبي خيدي غويسو واصلا بالقرب من المجرى. المقصود عندما وصل الحمار بالقرب من المجرى المائي. إذن أغيبي بخي غويسو واصلا بالقرب من المجرى المائي. إلبسا بغيس كامو لابنتخان. إلبسا طبعا تحال عدنا لفاه باسي يعني حانا يعني أنه نزل بشيء. إذن إلبسا يعني أنه نزل أو أنه حان شيئا. إلبسا بغيس كامو لابنتخان يعني أنه نزل بشكل مفاجئ. لافونتخا بالنسبة للسيارة أو أي مركبة هو تلك الجزئية التي تربط بين العجلتين الأماميتين بما فيها العجلتين الأماميتين. تلك الجزئية من السيارة أو من أي مركبة كما نرى هنا مثلا في هذه الصورة كانو افاك افونتخا. إذن كما نرى عندنا مدفع بهذه الجزئية الأمامية التي تسمى افونتخان. عندنا مدفع بهذه الجزئية الأمامية التي تسمى افونتخان. إذا كانوا افاك افونتخان. إذا طبعا الحال نتكلم عن الحمار نتكلم عن الجزئية الأمامية منه نتكلم عن رجليه الأماميتين. إذا عندما قلنا إلباس بغيس كامو لافونتخان يعني أنه نزل بجزئيته الأمامية بما فيها الرجلين والصدر إلى آخره. إذن إفلوف ثم سمع هذا الصوت لو كافالي غريسا الفارس انزلق أو تزحلق. عدنا لو فيرب غريسي أو باسي سامبل يعني أن الفارس فجأة تزحلق من فوق ظهر الحمار. لماذا؟ لأن الحمار نزل بأطرافه الأماميتين. إذن لا تتنبا الرأس في الأسفل au beau milieu de la cressonnière. au beau milieu de la cressonnière. إذن عندما نزل الحمار بطرفيه الأماميين إذن فأكيد أن الفارس أيضا سيسقط على رأسه بمعنى آخر. لا تتنبا الرأس في الأسفل au beau milieu de la cressonnière في المكان الجيد من الحوض. الحمار هنا اختار بعناية المكان الذي سيسقط فيه ميشيل. إذن أغيبي خادي غويسو إلبسا بغيس كامو لافونتخان إفلوف لو كافالي غريسا لا تتنبا أو بو ميليو دو لا كريسونيير. إذن الرأس في الأسفل في المكان الجيد من الحوض. ألوغ حينئذ
content de cette farce. فَرِحٌ بِهَادِهِ الْحِيلَةِ المقصود أن الحمار حينئذ فرح بهذه الحيلة. Alors, content de cette farce. فَرِحٌ بِهَادِهِ الْحِيلَةِ Tant qu'il a renseigné à galoper autour du pré. إذن من شدة فرح الحمار بهذه الحيلة فهو أخذ يجري حول المرج. إذن ميشيل غارق في هذه البركة بل في المكان الجيد منها والحمار فرح يجري في المرج. Alors, content de cette farce, donc il se met à galoper autour du pré. إذن se met à galoper يعني بدأ في الجري autour du pré حول المرج. وهكذا يكون ميشيل قد أثبت لصديقيه بأنه فارس جيد. إذا ما اكتفى بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.